هذا كان رد النبي، لم يكن رد النبي عقد مؤتمرات طارئة كما يحدث اليوم، مؤتمرات يعقدها الرويبضات في حقيقتها مؤامرات، مؤتمرات لا ترد حقا ولا تنصر مظلوما ولا تحرر أرضا. ولكن عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر لم يعقد مؤتمرا طارئا كاليوم كحكام اليوم، إنما قال نصرت يا عمرو بن سالم. في السنة الثالثة للهجرة وقعت المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وسميت صلح الحديبية. وكان من بنود هذه المصالحة أن من أراد الدخول في حلف المسلمين فله ذلك، ومن أراد الدخول في حلف قريش فله ذلك. فدخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. فقد كان بين القبيلتين خزاعة وبني بكر حروب قديمة وثراء، فأراد بنو بكر أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فاتعد وأعد وأغارت على حين غر على خزاعة، على خزاعة حليفة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت خزاعة آمنة مطمئنة ملتزمة بالصلح الذي أبرم، وحافظت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذمته وعهده. فأصابوا منهم مقتلة عظيمة، ومع هذا الغدر لم تجد خزاعة إلا أن تفر إلى الحرم بحكم قربها منه، لعل بني بكر تقيم حرمة له فيتوقف القتل. فخرجوا رجالا لبني خزاعة، خرجوا رجالا ونساء وصبيانا إلى مكة إلى الحرم، ولكن حرمة الحرم لم تنفعه، ووقع ذلك على مرأة من قريش ومسمع، وتبدد ما كان فيه مطمع، بل أدهى من ذلك وأمر، حيث أمدته قريش بالسلاح. فما كان من خزاعة إلا أن تفر إلى المدينة المنورة، حيث الصادق المصدوق الذي لا يخطر عهدا ولا يترك حليفه تنهشه الكلاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن سالم أول ما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف على النبي وهو جالس في المسجد بين الناس، فقال له خزاعة في أبيات شعر جاء منها: يا ربي إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأكدة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في خزاعة اللي دخلوا في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان رد النبي؟ لم يكن رد النبي عقد مؤتمرات طارئة كما يحدث اليوم، مؤتمرات يعقدها الرويبضات في حقيقتها مؤامرات، مؤتمرات لا ترد حقا ولا تنصر مظلوما ولا تحرر أرضا. ولكن عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر لم يعقد مؤتمرا طارئا كاليوم كحكام اليوم، إنما قال نصرت يا عمرو بن سالم. واضح من الحادثة أن الاعتداء على قبيلة خزاعة المرتبطة مع المسلمين بحلف قد عده النبي صلى الله عليه وسلم اعتداء عليه صلى الله عليه وسلم، ونقضا لعهده، وخرقا لصلح الحديبية، فلم يقبل النبي فيه شفاعة أبي سفيان، ولم يلقي دالا باعتذاره، ولم يطمع لتمديد الصلح، لأن ذلك هو الخذلان. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخذل حلفاءه أو أن يلتفت عن من استنصر به،
ولو أدى ذلك إلى خوض معركة استراتيجية في حجم معركة فتح مكة، فهكذا تكون النصرة وبذلك يكون الوفاء. وهكذا كان، وهكذا كان. ففي اليوم العاشر من رمضان من السنة 8 للهجرة شرع جيش الفتح بالتحرك من المدينة المنورة في موقف مهين، وكان جيشا عرمرما بلغ قوامه 10,000. وأي 10,000؟ 10,000 فارق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغر الميامين. يترأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا، وقد استخلف على المدينة أبا ذر الغفاري، وقد تم الفتح في مثل هذه الأيام المباركة في 20 رمضان. وكان كما قال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أيها الإخوة، إن خزاعة لما دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن يومئذ على الإيمان، بل أسلم بعض أفرادها ولم يهاجروا، ولو كانت على الإيمان لما لزمها أن تدخل في حلف المسلمين لأنها ستكون منهم. فلما دخلت خزاعة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبق عليهم قوله سبحانه: فإن لهم نصرة، فإن لهم نصرة، فانطبق عليه قول رسول الله: فإن لهم نصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، كما جاء في وثيقة المدينة. وقد أوجب الإسلام النصرة لمن آمن ولم يهاجر، فقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنطروكم في الدين فعليكم النصر. فإن كان هذا حال من دخل في حلف المسلمين أو أنه آمن ولم يهاجر، فالنصرة أولى وآكد لمن كان مسلما في ديار الإسلام، وكان ذلك أعظم إن كان ذلك في أرض المصرى والأقصى، أهل فلسطين عموما وأهل غزة خصوصا. فهكذا شأن في وثيقة المدينة كما جاء فيها: ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. فأين أمة الإكلام لما يحدث في غزة، حيث القتل والتدمير والتجهير والتهجير والتجويع؟ كيف لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا؟ إذا حلف تحرك رسول الله بجيش، فكيف بالمؤمنين أنفسهم يقتلوا ويجوعوا ويهجروا؟ ولكن أمة محمد حية، وما يحدث في الأردن ليس عنا ببعيد، ولولا الحكام لرأيتم المسلمين بيننا في هذا المسجد يصلون معنا، وما نراه في الأردن خير دليل على حيوية هذه الأمة، ولكن لولا الحكام لتحرك المسلمون. فإن الواجب الشرعي هو قلع هؤلاء الحكام اللؤام الذين منعوا المسلمين من نصرة إخوانهم، كما حدث ويحدث في الأردن وغيرها من بلاد الإسلام، وتنصيب خليفة يجمعهم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرك الجيوش نصرة الأقصى وأرض المصرى، ويتحقق في قائدنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم، اللهم وأيدهم، اللهم هيئ لنا أنصارا كأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم هيئ لنا أنصارا كأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم هيئ لنا أنصارا كأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا، اللهم وحد أمتنا واجمع كلمتنا على كلمة لا إله إلا الله.